وش البديل الأمثل للكلادينج؟ حقيقة توجد عدة بدائل من مثلا نظام المواد البناء التقليدية المعروفة قديما، وكذلك أنظمة حديثة كالجي آر سي اللي هو بدائل الجبص القابلة لتحمل عوامل التعرية، وكذلك أيضا الجي آر بي المستخدم في عدد من المشاريع كبيرة في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا بدائل الحجر والقرانيت والرخام إلى آخره.